وسائل منع الحمل الهرمونيه شنو هي، كيفاش، علاش، امتاش، وحتاش، هادشي اللي غنشوفو في الفيديو هادي ديال اليوم. السلام عليكم، معكم اسطاش خديجه، وكل جمعه مع 8 ديال العشيه فيديو جديده كنهضروا فيه على موضوع جديد اللي عنده علاقه بالامور باش تفهموا باش تعرفوا الدور الاختيار ديالكم. الا كنتم مازال ما اشتركتوش معنا في القناه اشتركوا وفرقوا هذاك البطل الفوقاني ولا تحتاني الا بغيتوا غادي تلقاو باش يوصلكم كل جمعه الجديد. الطرق الهرمونيه هو دو لوا لا ميثود لا بلوز اوتيليزي في المغرب نواديز هاد زعما دابا حاليا هي هما الطرق الاكثر انتشارا والاكثر استعمالا والاكثر شيوعا دوسكوبولي. الطرق الهرمونيه شنو هما باش نتفاهموا بعدا على لو برينسيپ على شنو كيطرا في الطرق الهرمونيه، شنو هي الطرق الهرمونيه لمنع الحمل. كتعرفوا انه وكنا هضرنا عليها في الفيديو الاولى هو انه باش يكون حمل كتكون بويضه اللي كتخرج هذاك نرجعوا لي كور ديالنا ديال الابتدائي ولا الاعدادي، كتخرج للصيوان ومن الصيوان كتهبط مع قناه فالوب، وفي قناه فالوب كتقدر تطلقها مع حيوان منوي كيكون اخصاب وكتكمل هي الطريق للرحم، كتثبت بجدار الرحم وتما كتبقى كتكبر 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 حتى كيكون حتى كيولي جنين مكتمل. الطرق الهرمونيه شنو كنديروا؟ الطرق الهرمونيه بكل بساطه كيمنعوا ان هذيك البويضه تكبر تولي ماتور يعني تولي ناضجه باش انها تولي صالحه للتخصيب. باش نكونوا متفقين كاع الطرق الهرمونيه شنو كيديروا؟ كتكون هذيك البويضه ما تيخليوهاش تنضج الا في حاله زعما الا وسيله واحده اللي هي لا كونتراسيبسيون دورجونس او اللي هي مانع الحمل الاستثنائي او الاستعجالي اللي كيتخاد من مورا العلاقه اللي كتكون مشكوكه علاقه غير محميه تما فين كتقدر تخاد هذيك، وهذيك كتكون من بعد ما تقدر تكون ايفونتويلمون البيضه قابله للاخصاب. هنا ما غاديش نهضروا على هذه الوسيله هذه اللي كتبقى وسيله استعجاليه، نهضروا على الوسائل الاخرين كاملين كيحبسوا ان البيضه ما تنضج. وغادي نشوفوا عن قرب شنو هي ان بويضه ما تنضج. يعني واحد البويضه كاينه في جسمك كاينه في المبيض ديالك وكنحبسوها تنقول لها حبسي تما، كنخربقوا لو سيستيم هرمونال ديال الجسم كامل باش نقولوا ليها انت خليك بلاصتك ما تخرجيش. شحال ما في الطرق الاخرين دخلت معكم كمان في التفاصيل ديال هذه نسبه النجاح ديالها، هذه نسبه النجاعه ديالها، هذه علاش كتصلح، هذه لي زافونتاج ديالها. فالطرق الهرمونيه هذه غادي نرجعوا نهضروا بالتفاصيل على كل طريقه، ولكن بغيتكم كمان تركزوا على هذه القضيه هذه، بغيتكم تركزوا تقولوا اجي شنو كيطرا في الجسم ديالي فاش كنبقى كنعطيه في الهرمونات. وحنا اليوم في واحد لايف اللي كنظن اننا كاملين واعيين بالخطوره ديال الهرمونات اللي تناخذو، كيسوسوا الدجاج الرومي تنقولوا ما غاديش ناخذوه لان كيعطيوه لي زهرمون دو كرواسونس، هذوك الهرمونات كناكلوهم حنا كيخربقوا لنا لو سيستيم ديالنا. الاطفال الصغار ولا حتى الكبار تنقولوا ان ما غاديش نعطيوهم في اواني اللي كاين فيهم بي بي ا ولا البينيسفينول ا لان سي ان بيرتورباتور اندوكرينيا اللي كيبرزط النظام الهرموني ديال الجسم. وكنجيو حنا بيدينا اون توت كونسيونس كنجيو كنخشيو في الجسم ديالنا واحد لمده سنتين 10 سنين 20 عام 30 عام كنبقاو نخشيو في الداس ديالنا بشكل واعي واحد الكميه ديال الهرمونات. انا ما نقولش لكم واش مزيان واش ما مزيانش، انا مره اخرى انا ماشي طبيبه يعني ماشي مؤهل انني نبقى نقول لكم شنو خصك دير وشنو ما خصكش دير، غير هو كنقول هرمونات زعما خود راه هرمونات هذوك زعما راه ماشي حنا تلمون باناليزينا لو تيرم كولا كيجينا بحال عادي راه دي زهرمون راه ماشي غير دي زهرمون راه دي زهرمون راه جسمنا كامل الي خدام بلي زهرمون راه هما اللي مقادين شحال من حاجه راه ماشي جو فو دير ماشي زعما واخا هما مقليولين واخا هما شي حاجه صغيره راه هما اللي مقادين تا سيستم. هانتوما تتشوفوا فاش كتكون الدوره الشهريه غير واحد لو شونجمون صغير ديال لي زهرمون كيقدر يشقلبكم كاملين. في الوقيته الاولى ديال الحمله شنو اللي كيدير هذيك ليطا دوك لي نوزي الحاله كامله سي سوني با لي زهرمون راه ماشي غير لي زهرمون راه لي زهرمون. هنا هذا كيبقى رايي الشخصي وانا ما نبغيش ندخل زعما نقول لكم شنو خصك دير وشنو خصك دير مره اخرى، الراي كيرجع لكم.
نقولوا بعجاله شنو هما الوسائل الهرمونيه اللي كاينين. اذا كاينه الاولى هي لابيلول اللي تعرف كل شيء، كيخصك تاخذها كل نهار مدى الحياه. سمحوا لي جو با مونبيجي، كتبقى تاخذها. بو كاينين دي فيرسيون 21 يوم، كاينين دي فيرسيون 28 يوم. كيفو سافوار سي كو بحال ديال 28 يوم بحال ديال 21 يوم، غير هذوك ديال 28 يوم فيها واحد السبعه ديال الفانيدات بلاسيبو، يعني فانيدات، يعني فانيدات فانيدات حلوين زعما، غير غير تخربيقه، ما فيها حتى شي حاجه لداخل، ما فيها غير باش انك ما تهرسيش هذيك الروتين ديال انك تاخذي فانيده كل نهار. لا بيلول بطبيعه الحال خصك تاخذيها كل نهار، وهاد لي جينيراسيون الاخرين خصك تاخذيها في نفس الوقيته كل نهار، لان هاد ميكرو دوزي فيهم شويه ديال الهرمونات، فيهم شويه الهرمونات، ما كيعنيش ان ما فيهمش الهرمونات، كيبقاو فيهم الهرمونات. نسبه النجاعه ديالها ب 92%، يعني كتبقى كمان 8% ديال لا سيرتيتود، يعني ميم مع 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 لا بريز ديال لا بيلول كيبقى عندك 8% ديال لو ريسك ان يكون حمل. كاين لو باتش، لو باتش هو واحد المربع كيتلصق هنايا، حتى هو هرموني كيتبدل كل سيمانه، لا ميم شوز، نفس البرانسيب ديال لابيلول، غير هو عاوتاني غادي تاخذي كل نهار فانيده، عندك سبعه الفانيدات مجموعين في باتش واحد كتلصقيه هنايا، وتبقى كيديفوزي في لو كور ديالك الهرمونات لمده اسبوع. لامبلون ايضا نفس الشيء، فيه الكميه الهرمونات ديال شهر، يعني كيخصك تبقى تبدليه كل شهر، كيكون فيه الكميه زعما نفس تماما نفس البرانسيب. اسمحي لي، لامبلون كيتبدل كل 3 سنوات، لامبلون كيتبدل كل 3 سنوات، اللي كنبدلوه كل شهر هو لانو فاجينال، دونك هو واحد لانو كيبان لكم هنايا في الصوره، انو كيتخشى في لو فاجا وكيدوم لمده شهر، من بعد كيخصك شهر او في الحقيقه ثلاثه ديال ثلاث الاسابيع هو كيكون المده الصلاحيه ديالو شهر، زعما كيحميك لمده شهر، كتخدمي مده 3 اسابيع، كتحيديه الاسبوع ديال العاده الشهريه ديالك، كتبقاي راحه. واخيرا كاين لو ستيريلي هرمونال اولا العمليه الصغيره الهرمونيه اللي كيدوم حتى لمده خمس سنوات، واللي هو في خمس سنين ديال الهرمونات. تصوروا عتي انا غير انني نتصور هذه القضيه هذه زعما ما تنتصورهاش، خمس سنين ديال الهرمونات كاينه عندك في كرشك. نو انا بعدا نتوما ديروا اللي بغيتوا. كاع هاد الوسائل هادو نسبة النجاعة ديالهم 92% إلا لو ستيريلي هرمونال اللي هو 98%، اللي هو أنجع من الطرق أخرى. ستيريلي هرمونال أنجع من لابيلول، اللي كان كيحسب لنا حنا مدة طويلة هو أنها أنجع الطرق ديال منع الحمل. كنعاود نفكركم أنه كنا هضرنا على لا ميثود ماما اللي هي تنظيم النسل بالرضاعة الطبيعية، واللي النجاعة ديالها 98%، يعني كدوفونسي بشكل كبير لابيلول. كنتمنى ان هاد لا سيري هادي ديال الفيديو تكون عاونتكم انكم تاخذوا القرار ديالكم، انكم تعرفوا تعزلوا وسيله منع الحمل اللي كتلائمكم مره اخرى. انا بدات كنوجه الخطاب للنساء، لان انا عارفه ان النساء بالدرجه الاولى هما اللي كيشوفوا الفيديوهات ديالي، ولكن مره اخرى ما يفوتنيش انهم يكون ان وسائل منع الحمل هو مشروع ديال الزوجه اللي كيهضروا فيه الزوجين، وكياخذوا القرار الزوجين، ماشي هو مساله ديال المراه، ماشي المراه اللي غتبقى كتاكل لابيلول حياتها كامله، لان الزوج كيرفض انه يخدم لو بريزيرفاتيف. يمكننا نتناقشوا في الموضوع هذا، يمكننا ناخذوا الراي ديال الطبيب المعالج ديالنا، يمكن لينا نمشيو للمستوصف باش نشوفوا التخطيط الاسري شنو تيقول، ونتشاوروا معاهم، ونتشاوروا مع الناس اللي تعرفوا، ونسولوا المجرب باش نقدروا نعزلوا وسيله منع الحمل اللي كتوالمنا وكتوالم لو كوبل ديالنا. هاد الفيديو بهاد لا فيديو هادي كنسالي ياي، وانا فرحانه بزاف كنسالي لا بروميير سيزون ديال لي فيديو، تبارك الله هادي دابا 11 شهر كل اسبوع كندير لكم فيديو، فرحانه بزاف، ما كنت كنتصور انه نوصل لهذا العدد الهائل ديال الفيديوهات. شهر 8 ان شاء الله غناخذ فيه عطله، عافاكم. شهر 8 ان شاء الله غادي تكون فيه فيديو، ولكن كيما غناخذ فيه عطله كنوعدكم، لانه كنوجد لكم واحد المفاجاه زوينه بزاف في الموسم الثاني من هاد الفيديوهات هادو. اشتركوا قبل من شهر 9، لان ان شاء الله في الاول ديال شهر 9 غادي نرجعوا بموسم جديد، فيديوهات جديده، مواضيع جديده، ومحتوى جديد.